لا يزال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي مستمراً في قضم وابتلاع الأراضي الفلسطينية، فحكومة تل أبيب تتذرع بالمضي قدماً في شرعنة البؤر الاستيطانية كرد على ما تواجهه من تهديدات. ففي 13 من فبراير الجاري وافق المجلس الوزاري المصغر على شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بشرعنتها، قرار بررته حكومة نتنياهو بأنه رد على عملية دهس نفذها فلسطيني في مستوطنة راموت شمالي القدس المحتلة وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين. لكن قرار الكابينت قوبل برفض وإدانات عربية ودولية، حيث حذرت عواصم عدة من أن تلك الإجراءات الأحادية ستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد. وفي 20 من فبراير تبنى مجلس الأمن الدولي موقفاً هو الأول منذ 6 أعوام، وذلك بمعارضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم مساكن الفلسطينيين. لكن في بيان غير ملزم بسبب عرقلة واشنطن التصويت على مشروع قرار إدانة. وبحسب بيانات رسمية فلسطينية يتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة عشوائية بالضفة الغربية والقدس المحتلة. بالتوازي مع ذلك ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية تحت حماية من قوات الاحتلال، إذ شهدت حوارة وبلدات أخرى جنوبي نابلس الانتهاكات الأشد من قبل المستوطنين الذين قاموا بإحراق عشرات المنازل والمركبات والمحال التجارية للفلسطينيين. مراقبون أرجعوا هذا التصعيد إلى استمرار حكومة نتنياهو في مخططاتها الاستيطانية الجديدة رغم الاعتراضات والتحذيرات الدولية، ما أعطى الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب المزيد من الانتهاكات. لكن السؤال هنا، هل هناك في حكومة الاحتلال من يدعم سياسياً وأمنياً عنف المستوطنين؟